أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن مدمرة أمريكية اعترضت أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر عددا من الطائرات المسيرة المفخخة. أوضح البنتاغون أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية USS توماس هدنر في دورية في البحر الأحمر، ولم تتعرض السفينة أو يتعرض طاقمها لأي ضرر أو إصابة.